حسناً، حان الوقت لاستخدام مخيلتك. ماذا لو كانت الدول أشخاصاً؟ يتوزع 7.6 مليار شخص في 195 دولة، لكل واحدة منها حضارتها وقيمها الفريدة وخصائصها الإقليمية المتنوعة. ولكن ماذا لو جسدنا هذه الدول؟ ماذا لو كانت الدول على هيئة أشخاص؟ كيف سيبدون؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل الإشعارات كي لا تفوتك أي من آخر تحديثاتنا اليومية. حسناً، قبل أن تفكر بأننا على وشك أخذ مجموعة من القوالب النمطية ووصف شخص بناء على الأفكار العامة عن الدولة وهذا كل شيء، كلا، انتظر، لا شيء من هذا القبيل. نحن نعني حرفياً تجسيد الدول كأشخاص. فعلى سبيل المثال، يمثل الشخص الأكبر سناً في المجموعة المكونة من 195 فرداً إما اليابان أو الصين أو سان مارينو، فغالباً ما تذكر هذه الدول على أنها الأقدم. أسس الإمبراطور جينمو اليابان عام 600 قبل الميلاد، أما اليابان التي نعرفها قد نشأت في القرن 19. كان هناك العديد من الإمبراطوريات القائمة في الماضي كالمصرية والرومانية والإيرانية، ولكن لا تناسب أي منها التعريف الحديث للدولة المستقلة. تنظر الصين لنفسها على أنها تأسست عام 221 قبل الميلاد عندما أصبح تشين شي هوانغ أول إمبراطور لها، ولم يتم تأسيس جمهورية الصين الشعبية وهو الاسم الكامل للدولة الحالية إلا في عام 1949. أما سان مارينو فقد أسست عام 301 قبل الميلاد، ولكنها تملك أقدم دستور في العالم والذي كتب عام 1600. حتماً يملك هؤلاء الحكماء كبار السن في جعبتهم الكثير لتعليم البقية. أصغر أعضاء مجموعتنا هم البوسنة وجمهورية التشيك وأريتريا وبالاو وتيمور الشرقية وصربيا والجبل الأسود وكوسوفو وجنوب السودان. في الحقيقة يمكنك تصنيف جنوب السودان على أنها من الجيل الأخير، بينما ينتمي البقية للجيل ما قبل الأخير. يبلغ عمر جنوب السودان 7 أعوام فقط، بينما البقية في العشرينيات من العمر، ولكن لا تزال هذه البلدان تحاول التعرف إلى حياة الكبار وتحاول جاهدة إثبات جهودها ككيانات مستقلة ومنفصلة عن والديها. أشعر بكم يا رفاق، فالبلوغ صعب. إذا كنت ترغب بحساب الشهادات المكتسبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، سيكون مندوب الصين الشخص الأكثر ذكاءً في مجموعتنا، حيث تمنح بها سنوياً على 4,700,000 شهادة في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ولكن هناك عدة أنواع مختلفة للذكاء بجانب بعض الشهادات الصادرة عن المدارس مرتفعة التكاليف والتي لا يملك الجميع فرصة للالتحاق بها، بينما تمنح في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى العدد الأقل من شهادات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ولكن هذا ليس انعكاساً لمستوى الذكاء للأشخاص الذين يقطنون هذه المنطقة. هناك العديد من المنظمات التي تعمل من أجل تحسين التعليم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في هذه البلدان، وهم يستحقون تحية إجلال لجهدهم في التمهيد للمستقبل. ببساطة، تملك الصين العدد الأكبر من المواطنين، لذا من المنطقي أن تستحوذ على أكبر عدد من الأشخاص الذين يتخرجون من الجامعات. بالإضافة إلى كونها الأذكى في المجموعة، تملك الصين العدد الأكبر من الأطفال. للمزيد من الدقة، يبلغ عددهم 1,400,000,000. أوه، أنت تتحدث عن كثير من الأفواه التي تحتاج لإطعامها. ستكون الولايات المتحدة الأمريكية الأغنى في المجموعة إذا كنا سنستند إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تحتل قطر قائمة الأكثر ثراءً بناءً على نصيب الفرد السنوي من المال بمقدار 124,930 دولاراً، أي كل فرد يكسب في المتوسط هذا المقدار من المال سنوياً. في الواقع، تملك هذه الدولة وصولاً غير محدود للمصادر الطبيعية، وتقوم الحكومة بصرف المال في جميع المناسبات، وبالتأكيد يساعد هذا المال في تحقيق السعادة للشعب بأكمله. بدأت قطر بالصعود باضطراد في قائمة الدول في تقرير السعادة العالمي،
وتمكنت في أحدث منشوراته من الاستحواذ على المرتبة 32، بينما تحتل فنلندا الصدارة لتليها مباشرة النرويج بطلة العام الماضي. كما أن مندوبي كل من الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا في مزاج جيد في هذه المجموعة. هذا يجعلنا هنا نطرح السؤال التالي: هل يمكن للمال حقاً شراء السعادة؟ ما رأيك؟ ممثل الهند في مجموعتنا هو الشخص متعدد اللغات. تملك الهند أكبر قدر من التنوع في اللغات المحكية، ولكن يجدر ذكر اختلاف المعايير في وصف اللغة مقارنة باللهجة، وهذا ما يجعل الأرقام مختلفة بوجه عام. في الهند حوالي 880 لغة محكية يعود أصلها جميعاً إلى 6 مجموعات لغوية متوارثة. هناك 23 لغة رسمية مدرجة في الدستور الهندي، وتشمل الهندية والسنسكريتية والبنجابية والأردية والتاميلية والإنجليزية. يتحدث معظم سكان الهند اللغة الهندية كلغتهم الأم، لذا إن كنت تخطط لزيارتها فاستعد لذلك. يمكننا أن نحكم على القوة في المجموعة بناء على أكثر القوات العسكرية تطوراً، وفي هذه الحالة حتماً سيكون هذا اللقب من نصيب الولايات المتحدة. أعني بما أن الولايات المتحدة تنفق على قواتها العسكرية ما يزيد عن 500 مليار دولار سنوياً، فمن الطبيعي أن تمتلك الجيش الأكثر قوة في العالم. وسيكون ممثل روسيا قوياً جداً، حيث يتميز جيشه بالتدريبات المكثفة ويتعلم المهارات الدفاعية أكثر من غيره. وبلا شك تملك الصين أكبر الجيوش بمليونين وثلاثمائة ألف جندي. ربما يذهب هؤلاء الثلاثة للتدرب معاً بعد اجتماعنا هذا. على الأرجح يمتلك مندوب سويسرا بعض الحلويات لمشاركتها. شعبه يتناول سنوياً 150 مليون رطلاً من الشوكولاتة. لنجري بعض العمليات الحسابية، يبلغ عدد سكان سويسرا 8,470,000 نسمة، مما يعادل حوالي 18 رطلاً من الشوكولاتة للشخص الواحد في العام. أنا لا أحصل على حصتي العادلة، ماذا عنك؟ أما إذا كنت تبحث في مجموعتنا عن الشخص الأكثر شرباً للكحول، فلا يمكن لأحد مجاراة جمهورية التشيك في هذا الأمر، فهم يشربون الكحول أكثر من أي دولة أخرى في العالم. ليستهلك الفرد سنوياً حوالي 37 جالوناً من الكحول. يبلغ عدد السكان 10,600,000 نسمة، 80% منهم ضمن السن القانونية للشرب، مما يعني شرب كل شخص تشيكي بالغ لحوالي 350 مللتر من الكحول يومياً. ليست كمية كبيرة يبدو، يمكن أن تكون على مائدة الغداء أو العشاء. بالإضافة لذلك تملك هذه الدولة تاريخاً طويلاً مع الكحول، فقد افتتح بها أول مصنع للجعة في القرن 12، ويفضل معظمهم نكهة بيلسنر التي أنتجت لأول مرة في مدينة بيلسن عام 1842. أما إذا كنت تبحث عن شخص للذهاب معه إلى المقهى فلن تجد أفضل من فنلندا. أجل، يشرب الفنلنديون القهوة أكثر من أي أحد آخر في العالم. يستهلك الفرد سنوياً 12 كيلوغراماً من القهوة. وبالطبع تملك البرازيل خبرة لا بأس بها في مجال القهوة، فلقد كان هذا البلد رائداً في مجال تصديرها لما يزيد عن 150 عاماً. وستقدم لك كل من فيتنام وكولومبيا وإندونيسيا وإثيوبيا نصائح ثمينة فيما يتعلق بالقهوة ذات الجودة العالية. حسناً، ما رأيكم بالخروج معاً لشرب القهوة بعد الانتهاء؟ أما إذا كنت تفضل الشاي على القهوة، حتماً عليك الذهاب إلى تركيا والمغرب وأيرلندا، حيث يستهلك مواطنوها 7.5 و4.5 و3 كيلوغرامات من الشاي سنوياً على التوالي. أستغرب لرؤية تركيا تتصدر قائمة مستهلك الشاي، فالقهوة التركية مشهورة للعالم بأكمله. وفي الواقع لهذا الأمر قصة مثيرة للاهتمام. لم يدخل الشاي إلى تركيا حتى القرن 20 عندما بدأت أسعار البن بالارتفاع، فعندما أصبح الشاي بديلاً أرخص ثمناً تحول الناس إلى شربه وأحبوه منذ ذلك الحين. رائع، أليس كذلك؟ الشخص المالك لأكبر منزل هو روسيا،
حيث تعتبر روسيا أكبر دولة في العالم بمساحة تبلغ 17 مليون كيلومتر مربع، بينما سيكون صاحب أصغر منزل هو الفاتيكان. توجد هذه الدولة بأكملها داخل مدينة روما، وتبلغ مساحتها 44 هكتاراً. ولكن مهلاً، شرقاً أو غرباً، يبقى الوطن هو الأفضل مهما كان حجمه. وعلى الأرجح أيضاً، سيتعين على مندوبي روسيا ارتداء الملابس الدافئة أكثر من غيره. لسنا هنا بصدد الحديث عن الصورة النمطية لهذه الدولة، فقد سجلت أدنى درجة حرارة في شمال شرق سيبيريا في السادس من شباط لعام 1933، وبلغت حينها 68 تحت الصفر. بطبيعة الحال، إن أنتاركتيكا هي أبرد مكان على سطح الأرض، ولكننا نتحدث عن الدول كأشخاص وليس عن القارات. على الأرجح سترتدي ليبيا ملابس خفيفة للغاية، كونها الدولة الأكثر ارتفاعاً في درجة الحرارة في العالم، فقد سجلت بها درجات حرارة تصل إلى 58 مئوية. وهناك أماكن منفردة تتميز بارتفاع درجة حرارتها، مثل وادي الموت في كاليفورنيا. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المساحات الصحراوية في ليبيا والتضارب في هطول الأمطار، وحقيقة أن فصل الشتاء بها حار وجاف، فهي تحتل المرتبة الأولى. إن عالمنا واسع ومتنوع، ومجموعتنا الصغيرة تعكس ذلك. ولكن للأسف، مع وجود 195 شخصاً في الغرفة، لم يكن لدينا ما يكفي من الوقت لذكر الجميع. ولكن مهلاً، لكل دولة شيء تشتهر به ويميزها عن غيرها. رغم كل ما قلته، ما الذي سيبدو عليه الشخص الذي سيجسد دولتكم؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات أدنى، وإذا استمتعت بهذا الفيديو فاضغط على زر الإعجاب وشاركه مع أصدقائك، وتذكر أن تبقى دائما في الجانب المشرق للحياة.